اهلا بكل حضراتكم من جديد. ضيفنا اللي منورنا في الاستوديو هو اعلامي مصري رافق النادي الاهلي في رحلات الانتصارات وعنده كتير جدا من الكواليس والحكايات عن المارد الاحمر، وساهم بشكل كبير جدا في لعبه الميني فوتبول وتاسيسها وتاسيس اتحاد ليها. ضيفنا هو الاستاذ احمد سمير رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي، وايضا هو نائب رئيس الاتحاد العربي للعبه. صباح الفل على حضرتك ومنورنا. صباح سعيد استاذ كريم الاعلامي والفنان القدير. شرفنا. من دواعي سروري ان انا اكون حاضر معاك النهارده في قناه النادي الاهلي في ثوبها الجديد، هذا الصرح العظيم النادي الاهلي العريق، وسعيد ايضا ان انا اكون حاضر مع الاعلاميه المتميزه الكبيره الاستاذه نهوان سر. اهلا بحضرتك، ربنا يخليك. يعني ده احنا اللي عايزين نرحب بيك الترحيب ده. وقبل ما نخش في اي تفاصيل احنا حابين نعرف عن حضرتك اكتر، يعني نموذج مصري ناجح مشرف في الخارج حقيقي. حضرتك بقالك اكتر من 20 سنه في المجال الاعلامي في تونس، فلا حابين نسمع الاول قبل ما نخش في تفاصيل. اولا قبل اي شيء اسمح لي ان انا من خلال قناه النادي الاهلي اني اوجه تحيه لجماهير النادي الاهلي العظيمه وكل متابعينا ومشاهدينا في البرنامج الذي انطلق انطلاقة قوية منذ انطلاق قناة النادي الأهلي في ثوبها الجديد، طبعا 10 الصبح. تبعتنا من تونس. طبعا أكيد من هنا، بس أنا كنت موجود في الفترة دي هنا. لكن في النهاية شيء جميل جدا، النادي الأهلي بتاريخه الحافل وبعظمته وبقدرته في محبيه وعشاقه ليس في مصر فقط بل في كل أنحاء المعمورة. صحيح. في كل مكان محبينه، ليس فقط أيضا من النيل الفرات ومن الخليج للمحيط، لا أيضا في كل قارات الستة محبينه وعشاقه دائما يتابعوه في كل مكان وزمان. سعيد أنا معكم، وفي نفس الوقت حاجات كتيرة قوي عاوزين نتكلم فيها. تعالى نبتدي من البداية خالص، بس يعني قبل ما نبدأ إعلامي مصري وفي تونس، دي في حد ذاتها بس محتاجة. قبل ما نبدأ أنا عاوز أقول حاجة. أولا عاوز أقول لك عيد ميلاد سعيد، كل سنة وأنت طيب. عيد ميلادك 22 سبتمبر مظبوط، فعايز أقول لك عيد سعيد وكل سنة وأنت طيب. ربنا يخليك يا فندم. احنا مش هنعدي اليوم ده إن شاء الله، هنحتفل بكريم ده أكيد إن شاء الله. أكيد ممكن أنا بقول حاجة قبل ما نبدأ الحوار، لان انا يعني احنا بنتكلم في ثلاث اعلاميين قاعدين مع بعض وبنحاور اعلامي، فيعني الموضوع على فكره مش سهل خالص. اشكرك. فخلينا نسمع من حضرتك اتفضل. اولا سؤال الاستاذ كريم، اعلامي وموجود في تونس وكده. اولا هي الفكره كلها يعني جت صدفه، يعني حته انك انت تكون موجود في بلد تاني وبلد شقيق وعزيز زي تونس. النهارده تونس بلد متداخله معانا في شتى البطولات وفي شتى الرياضات، في كره القدم، في الباسكت، في السله، في الهاند، دائما نصل مع الانديه التونسيه والمنتخبات التونسيه دائما الى الادوار النهائيه. فدائما اللقاءات المصريه التونسيه بتشهد حاله عجيبه وغريبه في شتى البطولات، بطولات تذهب الى القاهره وبطولات تبقى في قرطاج. في النهايه من يحصد اللقب؟ انا سعيد جدا ان انا حضرت مع النادي الاهلي عديد البطولات. الاهلي طبعا 2005 امام النجم الساحلي فاز ببطوله افريقيا الانديه البطل ابطال الدوري، 2006 امام الصفاقسي التونسي، 2012 امام الترجي الرياضي التونسي، ايضا في السوبر الافريقي النادي الاهلي حصد بطوله 2007 في السوبر الافريقي امام النجم الساحلي، 2009 امام الصفاقسي، وايضا 2014 امام الصفاقسي التونسي. حضرتك حضرت كل النهائيات دي جدا في كل حاجه، باسكت، هاند، طايره، في جميع اللقاءات. شوف انت في الغربه احساس تاني. انت لما تكون عايش في الخارج وبتشوف الانديه المصريه جايه، اهلي، زمالك، اسماعيلي، مصري، اتحاد، جميع الفرق اللي جايه هناك،
وخاصة النادي الأهلي بالذات، لأن لا يأتي موسم إلا وتجد النادي الأهلي موجود في تونس. طبعا يعني أشياء كتيرة جدا في الباسكت، في الهاند، في الطايرة، في كل شيء النادي الأهلي حاضر دائما أبدا، لدرجة إن احنا بنبقى متحفزين وجاهزين، عارفين الأهلي جاي في شهر 4 عنده مباراة مع الأفريقي أو مع الترجي أو الصفاقسي أو النجم، الأربع فرق الكبار التونسية. بعدها بشوية النادي الأهلي جاي في كرة اليد، بعد كده في الطايرة، بعد كده في الباسكت. فانت دائما شايف ان عالم الاهلي بيرفرف في تونس بقى من الاخر. يلا مش هنا نفتح فرع جديد في تونس. لا بجد، وفي نفس الوقت في حاله، يعني اديك مثال، النادي الاهلي محبوب جدا في تونس لسبب ان جماهير النادي الترجي بيتسابق مشجعي نادي الترجي على استضافه اخواتنا وشبابنا من جماهير النادي الاهلي. جميل. حاله عجيبه وغريبه. حلو. منطقه حلق الواد كلها بتلاقيها ليله مباراه الاهلي والترجي تتزين باعلام النادي الاهلي، تتزين باعلام نادي الترجي. تجيب لنا طيب صور من الحاجات دي ولا لا؟ عايزين صور. يعني عايزين صور يا جماعه. اللي انا عاوز اقوله ان الحاله العجيبه للنادي الاهلي، هذا النادي العظيم الذي انشئ 1907، دائما كل يوم بيقدم اشياء جديده. صح. له قواعده، له ثوابته، له أركانه الخاصة وتقاليده الخاصة اللي بيشهد بها الجميع في الداخل والخارج. هذا هو النادي الأهلي العظيم. 2006 موقف ظريف هحكي لك عليه. في 2006 كان مع الصفاقسي التونسي. المباراة دي كانت حالة غريبة وعجيبة جدا. يعني النهاردة من ضمن ما أتذكر، يعني الكابتن حسن حمدي وزير الدفاع الأهلي القدير كابتن حسن حمدي، 2006 كان هو رئيس النادي بعث النادي الاهلي، وكان طبعا كابتن خالد مرتجى وكابتن خالد الدرندلي طبعا شفاه الله وعافاه. في الحق يعني اثناء المباراه ديت، ليله المباراه الجميع بدات الاحتفالات في صفاقس، مدينه صفاقس، انهم خلاص بيحتفلوا بالفوز. فكانت المباراه صعبه، يعني بدا الاحتفال من ليله المباراه ان صفاقسي خلاص احرز البطوله. وفعلا وده كان سبب الهزيمه. ومراد المحبوب المدير الفني للنادي الصفاقسي هو قال كده، يعني كان من ضمن الاسباب الرئيسيه لخساره الصفاقسي بعيدا عن قدرات النادي الاهلي الفنيه والتكتيكيه انك تجد النادي الصفاقسي التونسي بيحتفل قبل المباراه. يعني احمد الجويش نفسه الحارس المرمى بتاع نادي الصفاقسي لم يتخيل الكره قذيفه تاتي من قدم ابو تريكه بيسرى. ما حدش يتخيل. ابو تريكه ما لعبش بشماله. كلنا فاجئنا في الدقيقه 92. كانت حاله عجيبه. انا في اللحظه دي كنت قاعد في، كان جنبي الكابتن رؤوف خليفي الصديق العزيز والمعلق الشهير التونسي، وكان جنبنا مارادونا النيل كابتن طاهر ابو زيد. احنا قاعدين الثلاثه فوق، وكان رؤوف هو اللي بيعلق على المباراه. الكلمه وقفت، يعني الهدف دخل في حاله هستيريا. الجماهير كانت بتستعد للفوز. الهدف جه في الدقيقه 92، فكان حادث جميل. الكابتن حسن حمدي طبعا ربنا يديله الصحه، ليله المباراه كان النادي الاهلي عنده تدريبه الاخير على ملعب رادس. فمانويل جوزيف الليله ديت، انا طبعا انا حاضر معاهم كل الاوقات، وطبعا انا صديق لكل المجلس وكل اللعيبه على مدى السنوات الطويله دي كلها. فالكابتن حسن حمدي ليله المباراه جوزيه رفض ان اي جمهور او من الجاليه او من الجمهور المرافق لبعثه النادي الاهلي ان هو يحضر التدريب الاخير. جوزيه عاوز يقفل على التدريب الاخير. كابتن حسن حمدي في اليوم ده اصر افتحوا الجماهير تدخل. ليه؟ عشان يحفز اللعيبه، لان هو شايف ان الراي العام والصحافه التونسيه كلها بتحتفل بالفوز من قبل. فحاله نفسيه ومعنويه. صح. ففي اللحظه دي خد قرار الكابتن حسن حمدي ان جماهير النادي الاهلي يسمح لافراد الجاليه والجماهير المرافقه، واحنا كنا عدد بسيط اصلا، لكن قال وجودهم هيحفز اللعيبه، وجودهم هيرفع من الروح المعنويه لاعبي النادي الاهلي. وهذا ما تحقق بالهدف. انا بعتبره الهدف تسميه صاروخي، تسميه الهدف القاتل. لا هو فعلا يعني فرح الناس كلها. كان هذا الهدف غير عادي. انا في اليوم ده تقريبا خدت نص تيشيرتات النادي الاهلي لسبب انا كنت مراهن الاهلي هيفوز. فخدت التيشيرت بتاع ابو تريكه، وخدت الله يرحمه محمد عبد الوهاب الله يرحمه، ومش انا يوم خدت عدد يعني كويس. عملت ايه بالتيشيرتات دي كلها؟ ذكرى في البيت. اشتكوا من حضرتك ان انت خدت منهم كل الشورتات على فكره بعد ما ركوا قالوا لنا المعلومه. لا انا دايما النادي الاهلي دايما انا يعني انا طبعا من حظي ان كلهم اصحابي وكده. فاكتر واحد خدت منه تيشيرتات احمد فتحي ووليد سليمان الاثنين. ويعني دايما الاثنين بعد اي ماتش في تونس لازم عارفين ما يجي حد ياخد معروف ده رايح لاحمد. كابتن محمد يوسف نفس القصه، اللي انا ببعت له تحيه. البطوله بتاعته فعلا يعني كانت بطوله قويه جدا، يعني قدر يحصدها بطريقه عاليه جدا. ربنا يوفقه دايما في كل شيء. لكن في النهايه النادي الاهلي دائما اسمه وتاريخه ومرعب لكل انديه القاره السمراء.
جدا جدا استاذ احمد. نروح بقى للميني فوتبول. نعرف اكتر وحضرتك اسست اتحاد ليها، خلينا برضو نعرف تفاصيل. اولا رياضه الميني فوتبول، حينما نتحدث على رياضه الميني فوتبول باللغه الانجليزيه او باللغه الفرنسيه ميني فوت او باللغه العربيه كره القدم المصغره، هي رياضه. الاول قبل ما اجاوب على السؤال ده لازم الاول اعرف المتابع والمشاهد يعني ايه ميني فوتبول وفين الميني فوتبول. الميني فوتبول هي رياضة انطلقت سنة 1980 في كندا وبدأت في الانتشار في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية. هذه الرياضة يرأسها فيليب جودا، هو رئيس اتحاد دولي هو تشيك الجنسية، لها مقرها في الاتحاد الإفريقي في تونس يرأسه السيد أشرف بن صالحة، لها مقر الاتحاد العربي موجود في بيروت في لبنان وربنا يعافيهم طبعا في يرأسه السيد أحمد دنش، ولها مقرها في الاتحاد الأوروبي يرأسه بروسلاف ألكسندروف، ولها اتحاد في الاوكيانوس يرأسها ميجيل انجل مارو، واتحاد في طبعا في الامريكتين في لاس فيغاس يرأسه سيرجيو دريو. اذا احنا امام رياضه موجوده في الست قارات باتحاداتها الافريقيه، موجوده في 124 دوله، موجوده في 26 دوله افريقيه و14 دوله عربيه. من هنا انا وجودي كعضو مكتب تنفيذي للاتحاد الافريقي وجدت ان لزام عليا ان انا بما اني احد اركان هذه المنظومه ان لازم الرياضه تكون في بلدي. ما ينفعش ان مصر هي رائد البطولات صح. ورائد الاتحادات القاريه في جميع الرياضات مصر ما تكونش موجوده. انا كنت عضو اللجنه العليا المنظمه لبطوله كاس العالم 2017 اللي استطاعت القاره السمراء ان تفوز بتنظيمها في تونس. فكنت عضو لجنه عليا منظمه، وازاي ان واحد مش تونسي ويكون عضو لجنه عليا منظمه صحيح. فده كان شيء اثار كتير طبعا. جدا بطريقه ايجابيه. فطبعا قررت بعد انتهاء هذه البطوله ان انا اعود الى بلدي مصر من اجل اشهار هذا الاتحاد، وفعلا وجدت صعوبات شديده للغايه. لكن في النهايه حبي لبلدي واملي واحساسي ان لازم اقدم شيء لبلدي دفعني ان انا لازم اصمم، وبدات تتكرر الزيارات كثيره جدا الى مصر ان انا اجي علشان ان انا ادخل هذه الرياضه الى مصر، الى ان تم اشهار هذه الرياضه على يد الرجل الفاضل الاستاذ الدكتور اشرف صبحي. انا بسميه صاحب الايادي البيضاء صحيح. فله مني كل التحيه والاحترام. واشهرت هذه الرياضه في 29/7/2019. احساس عجيب وفريد انك انت تنجح في انك تدخل رياضه جديده في بلدك وتسجل باسمك، انت مؤسس رياضه جديده، ورياضه مش بسيطه. انت بتتكلم في رياضه احنا ما نعرفهاش المصريين، لكن ده رياضه موجوده 20 مليون مشترك فيها. تخيل عدد اللاعبين المنخرطين في هذه المنظومه بمدربيها، عددهم 20 مليون شاب. اسم خطير جدا وعدد خطير جدا في 20 مليون شاب. النهارده الحلم بدا. فطبعا انا بمجرد وصولي الى مصر واشهرت الاتحاد عندي احلام واهداف كتيره جدا. هي الرياضة عبارة عن كرة القدم المصغرة، اسمها من فعلها، هي الكرة التي تلعب داخل الملاعب الخضراء بالنجيل الصناعي أو الطبيعي. مساحة الملعب 30/50، عندنا كرة لها قياس مختلف، كرة قطرها 4.5، عندنا ملعب مختلف قياسه 30/50، حتى المرمى العرض 4 والارتفاع 2. فمن اليوم الأول أنا قررت دايما وبقول إن اللي بيبدأ كبير بيكمل كبير. طب ممكن نقف عند الجملة الحلوة دي ونطلع فاصل ونرجع نكمل؟ فاصل سريع ونرجع نكمل. يا اهلا بكل حضراتكم مره ثانيه، عوده لضيفنا العزيز الاعلامي الاستاذ احمد سمير. وكنا بنتكلم بقى ووصلنا في الكلام عند النقطه، كان في جمله حلوه كده. انا قلت اللي بيبدا كبير بيبدا كبير. فطبعا من اليوم الاول احساسك انك انت اشرت الاتحاد المصري للميني فوتبول طبعا من خلال برنامجكم المتميز. انا برسل تحيه لاعضاء مجلس الاداره للاتحاد المصري للميني فوتبول كاملا وكل هياكله واجهزته الفنيه والاداريه. طبعا انا بدات الانطلاق مجرد ما اشهرنا الاتحاد، بدات اعمل حاجه. انا كنت محضر اجندتي كويس، فانا على مدى الثلاث سنين اللي ساعدت في هذا الموضوع كان احساس ان انا عارف في الاخر ان ربنا هيوفقني ويشهر ان انا بعمل حاجه كويسه للبلد. فعندي اجنده فمشيت عليها بقى لحد النهارده، انا ماشي عليها صفحه صفحه. فمن اليوم الاول قررت ان انا عشان ابدا رياضه جديده اولا لازم كل حاجه في الاتحاد تكون على اعلى مستوى. فمن اليوم الاول عارف انا عاوز اعمل ايه. طب انا عشان ادخل رياضه جديده مصر اغلب الناس كلها تتجه يعمل منطقه القاهره ومنطقه الجيزه ويبدا يجهز. انا قلت لا، انا عاوز اعمل حاجه فريده من نوعها والعب خارج الصندوق. اولا مصر مليئه بالمواهب الشابه، فقررت بيني وبنفسي ان انا امشي على فكري اللي هو واحد توسيع قاعده الانتشار والممارسه، اثنين الكشف على المواهب الشابه. فسافرت الى صعيد مصر لان انا قلت هركز على ثلاث فئات. واحد المناطق الحدوديه، اهتمام رقم واحد. اثنين صعيد مصر،
ثلاثة مدن القناة، وأختم بالقاهرة والجيزة عكس الناس كلها. ومن هنا سافرت إلى حلايب. وانطلقت ورحت أعلنت الدوري من داخل مدينة حلايب المصرية. والتقيت بأهلنا في حلايب. وبدأنا نحضر فرقتنا في حلايب هناك عشان تلعب دوري الممتاز. تخيل إن شاء الله في دوري الميني فوتبول هيبقى فيه فرقة اسمها حلايب ممكن تلعب قصاد ترسانة، ممكن مصرية اتصالات تلعب قدام الاتحاد، تلعب قدام الزمالك أو أهلي. هي أصل كمان خلي بال حضرتك الرياضة اللي أنت يعني موجودة في كل شارع للمجال الرياضي في مصر كمان، يعني الميني فوتبول موجود، نوع الرياضة دي بتتمارس بالفعل بس في شكل شعبي في تحت الكباري وفي الشوارع. أنت عارف كل حتة عمرنا المصريين ملوك، يعني أي شارع في دقيقتين يتحول لملعب كورة عادي، فده تمهيد مناسب للرياضة دي. وفعلا ده اللي حصل فعلا. فسافرت إلى هناك حلايب والتقيت بالناس، والناس هناك طيبة جدا 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 جدا. ومن هنا تخيل إن في الآخر إنك تلقى حلايب تلعب دوري ممتاز. النهاردة بعد كده زرت شلاتين، بعد كده رحت طلعت على النوبة في المنطقتين الشق بتاعها غرب سهيل وجوه في وسط الجبل في نصر النوبة ورا في كومومبو، فزرت الأماكن دي كلها. أنا مش بتاع مكاتب، فأنا راجل دايما بحب أكون في الميدان. وبعد كده رحت إلى بير العبد ورحت لشمال سيناء والتقيت بمعالي المحافظ الوزير محمد عبد الفضيل شوشه، والتقيت باللواء عادل الغضبان. لفيت مصر كلها، زرت جميع الساده المحافظين عشان ما انساش اسم حد وكلهم بصفتي واسمي في كل محافظات مصر. النهارده اصبح الاتحاد المصري للميني فوتبول موجود رسميا في كل محافظات مصر ال 27 من اسكندريه حتى حلايب. النهارده بنخلق جيل جديد، وانا بوعد الناس كلها لان اللي بنقوله بننفذه. النهارده انا قلت هفتح مناطق، انا النهارده اقدر رسميا اقول انا الاتحاد الوحيد اللي موجود في مصر على الارض عنده 27 منطقه، عنده 27 مجلس اداره موجودين في 27 محافظه وكلهم منتقين بعيدا عن اي محسوبيه، بعيدا عن اي شيء بالكفاءات. طيب استاذ احمد، يعني برضو خليني اسال حضرتك على الملاعب، يعني الملعب بتاع الميني فوتبول مش بيبقى ملعب كبير وبيحتاج بس مساحه هو معينه، ملعب 30 في 50. ده ممكن يعني حتى لو حد بيته فيلا او حاجه ممكن ان هو يعمله، مش صعبه. بس هو الملعب مش صعب، هو ملعب المساحه بتاعته صغيره. انا عايز عنده اسال حضرتك الملاعب متوفره بشكل يعني كبير في المحافظات المختلفه؟ اولا في ثوره رياضيه اطلقها الدكتور اشرف صبحي منذ مجيئه، النهارده كل يوم بيتفتح ملاعب جديده في مصر. فالنهارده حتى ان احنا محظوظين ان احنا في عهد فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي بيقول اهتمام كبير جدا بشباب مصر، ليس في الرياضه فقط بل في كافه المجالات. فبتجد النهارده بنيه تحتيه موجوده في كل المجالات. انا في كل المدن اللي زرتها في ملاعب جديده بتنشا في محافظات مصر كلها. النهارده احنا عندنا اكتر من 4256 مركز شباب في مصر. النهارده جميع الملاعب النهارده تم تقنينها في كل مراكز الشباب، بقى فيه اهتمام كبير جدا بالشباب في الفتره الاخيره. يعني مراكز الشباب فيها ملاعب متوفر، فيها ملاعب فوتبول. وبدا في ملاعب جت بتقنن على القياس بقى الدولي اللي هو 30 في 50. لكن في النهايه انا شايف ان في بنيه كبيره جدا رياضيه. مصر النهارده بتشهد ثوره حقيقيه في قطاع الرياضه وقطاع الاستثمار الرياضي ايضا، فبنجد منشات رياضيه كثيره جدا. يعني انا النهارده كنت في زياره في مرسى مطروح، في مرسى مطروح وجدت ملعب على القياس بتاعنا لسه بيفتتح 30 في 50. النهارده خبر جديد بس نقوله هو هتستخسر فينا خبر جديد يا استاذ احمد. لا مش قصدي، انا انت جاي من تونس. انا كنت خليك محبوح بقى. لا انا كنت في زياره منذ ايام، فحتى عرفت حتى كمان ان ما شاء الله عندنا النهارده القاعده البحريه بتعمل ملعبين 30 في 50 ميني فوتبول، فانا كنت في قمه السعاده. يعني النهارده بدات الناس كلها بتتكلم على الرياضه. بدات النهارده في ملعبين في اسكندريه بيتجهزوا، في ملاعب في مرسى مطروح والمنيا، بني سويف لقيت عندها ملاعب كبيره جدا 30 في 50. معالي المحافظ محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اثناء تدشين الملاعب مع اللواء اسامه القاضي في محافظ المنيا، في ملاعب كتيره بتتجهز. اللواء عادل الغضبان نفس القصه، لقيته مؤمن جدا باللعب، بيقول لي وانا صغير كنت بلعب الميني فوتبول. فشيء جميل جدا انك عملت حاله لدى الشارع الرياضي المصري، قدرت تدي فرصه لشبابنا واخواتنا الموجودين في كل محافظات مصر كلها ان بقى عندهم حلم انك تقدر تظهر. النهارده لما يطلع لاعب جديد النهارده موهوب في الميني فوتبول. النهارده انا النادي الاهلي حتى لما التقيت بطبعا الصديق العزيز والشخصيه المحترمه جدا طبعا يعني اللي هو مرجان، ف يعني في حاله جميله وعجيبه موجوده في رياضه الميني فوتبول لان كل الناس بتلعبها. فطبعا انا شايف ان الرياضه دي هتصنع طفره، هتخرج لنا مواهب كتيره جدا دفينه. الصعيد مليان مواهب. النهارده عندنا في الجهاز الفني المنتخب مصر طبعا بحيي كابتن فاروق جعفر المدير الفني لمنتخب مصر الميني فوتبول، كابتن علاء ميهوب هو مدير المنتخب، الكابتن محمد صلاح ابو جريشه هو المدرب العام، الكابتن جنرال حراسه المرمى الكابتن فكري صالح هو مدرب حراس مرمى المنتخب،
كابتن جهاد عرفة المدرب، دكتور صفي الدين مخطط برامج واحمال، كابتن تامر رياض مدير اداري، فاكر الناس كلها يعني، وهاني كمان في غرفه قلع الملابس. طبعا عندنا مدرب من تونس، انا جبت خبير واحد من ضمن افضل اربع مدربين في تاريخ الميني فوتبول، جبته كخبير علشان يقدر يقنن ويشتغل معاهم. نتيجه المجهودات الكبيره دي متوقع بقى ان شاء الله منتخب مصر في الميني فوتبول يبقى له مشاركات قويه جدا في كل تنظيم البطوله العربيه. تخيل اتحاد انشئ 29/7/2019 وبعد 20 يوم يفوز ببطوله دوليه، ازاي؟ ازاي بقى يا استاذ احمد؟ اولا لبنان لها هي كلمه السر. بمعنى ازاي؟ انا النهارده مجرد ما اشهرت الاتحاد مع الدكتور اشرف صبحي الرجل الفاضل، انا اجتمعت معاه وقلت له انا عاوز امشي بالتوازي. قال لي احمد انت هتبدا بمحلي ولا دولي؟ قلت له هبدا ازاي؟ خطتك ايه؟ قلت له انا اولا الشعب المصري احنا عندنا كاريزما خاصه في الدم بتاعنا الوطنيه متربيين عليها كلنا. فقلت له انا عشان اجمع الشعب المصري اللعبه دي عشان اقعد انشر فيها عاوز لها سنه اتنين قبل ما ثلاثه قبل ما ندخل بيها، لكن الحل الوحيد ان انا خلال شهرين هخلي اللعبه دي تصل الى العالميه من خلال مصر. ازاي؟ قلت له انا بصفتي في الاتحاد العربي نائب رئيس الاتحاد العربي مكلف بالتطوير، انا هطلب عقد جمعيه عموميه سريعه عاجله في لبنان في مقر الاتحاد العربي هناك. في بطوله عربيه انا كل شويه بحاول اجل فيها واخبيها. والله العظيم المفترض ان عندنا في اللوحه الشرفيه في الاتحاد الدولي معروف اول دوله فازت بتنظيم كاس عالم مثلا سي امريكا، اخر اول دوله نظمت كاس قارات تونس، اول دوله نظمت، ففي اعلام دول معينه موجوده في لوحه شرفيه. في خانه فاضيه البطوله العربيه ما حدش نظمها. فقلت في اول يوم هنشئ اتحاد هدخل مصر التاريخ من اليوم الاول انها اسمها يتسجل في سجلات الاتحاد الدولي انها اول دوله استضافت بطوله عربيه في تاريخ اللعبه من سنه 80. فعملت حاجه، اتصلت باحمد دانش رئيس الاتحاد العربي وطلبت منه ان انا نعمل جلسه، وطلبت نائب رئيس الاتحاد الدولي اشرف بن صالحه وقلت لهم انا عايز مصر تستضيف بطوله عربيه. في اللحظه دي لبنان مقدمه وفي دوله ثانيه سحبت ملفها خلاص، اتبقى قصادي لبنان. فسافرنا كلنا الى بيروت يوم 19 اغسطس 2019 وعقد الاجتماع، سافرت 18 والاجتماع عقد 19. فاجتمعت مع السيد احمد دانش رئيس الاتحاد اللبناني ورئيس الاتحاد العربي في نفس الوقت. قلت له عايزك تتنازل لمصر عن هذه البطوله. قلت له انتم اللعبه بالمناسبه قديمه في لبنان وعندهم كره نسائيه جميع الاعمار، عندهم كره شباب، ميني فوتبول هنا نساء صح؟ احنا ما فيش حاجه لسه، احنا كنا في ساعتها ما فيش حاجه. لا انا بتكلم حاليا. لا دلوقتي ان شاء الله في، احنا اطلقنا يعني. عندهم كل حاجه. فقلت له انتوا عندكم كل حاجه، احنا ما عندناش اي حاجه. فمحتاجين انكم تدعموني، وانا علاقتي بيه حلوه جدا وباللبنانيين بالذات. فدعمني رئيس الاتحاد الافريقي اشرف بن صالحه اللي هو رئيس الاتحاد التونسي ايضا، وقال لي السيد احمد دانش قال لي انا طبعا بحب مصر جدا وبدعم بلدي الثانيه مصر، احنا حل واحد بس، عندنا وزير الرياضه اللبناني الوزير محمد فنيش، اذا هو الوحيد اللي احنا لازم نلتقي معاه عشان نمهد للقصه دي، لكن احنا كلبنان بندعم الشقيقه مصر. قلت له نروح له نقابله. فتاني يوم الصبح قبل الاجتماع رحت زرت معالي الوزير اللبناني محمد فنيش. فانا طبعا اول ما دخلت بكل محبه كده فبقول له معالي الوزير انا بدعيك تحضر حفل افتتاح البطوله العربيه في مصر للميني فوتبول. فبيسال السيد احمد دانش هو انتوا فزتوا ومصر فازت بيها امتى؟ فقلت له لا احنا بنسعى لكرمك والعلاقه الوطيده التي تجمع الشعبين مصر ولبنان. فقال لي احمد احنا كلنا بنعشق عبد الناصر، وستجد تمثال عبد الناصر في ميدان الدوشه على الكورنيش، تمثال مهيب زعيم جمال عبد الناصر. واحنا فبدانا نتكلم في العلاقه الوطيده اللي بتجمع البلدين والشعبين، وان هو بيرسل تحيه لمصر وفخامه رئيس الاتحاد يعني السيسي في الاخر خالص. بعد الكلام المرمق الجميل اللي حضرتك قلته، خرجت من هذا المكتب بكل تحيه واحترام لاخي احمد دانش احييه من خلال هذا البرنامج، والى رئيس الاتحاد اللبناني واعضاء مجلس اداره الاتحاد اللبناني وجميع اعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي. ومن هناك تمت الجلسه بعدها بساعه وبالاجماع حصدت مصر شرف تنظيم بطوله عربيه، وخدت ثلاث خطابات معايا، خطاب مباركه للرئيس عبد الفتاح السيسي بالتنظيم، خطاب مباركه للدكتور اشرف صبحي، وخطاب فوز مصر بالتنظيم. وعدت ثاني يوم 20 الى القاهره، يعني خلال شهر مصر فازت بتنظيم بطوله دوليه. هايل. وبدات بقى شكل الجهاز اللي الفني. اللي بتتكلم عليه ده ممكن ياخد مع غيرك يعني شهور وبل وسنوات كمان، فطبعا مجهود يعني محمود جدا، واكيد كلنا بنشكر حضرتك عليه جدا.
لان انت يعني عملت اضافه في عالم الرياضه المصريه. احنا سعدنا وتشرفنا بوجود حضرتك معانا، وان شاء الله نسعد بوجودك معانا مره ثانيه قريب. انا سعيد جدا ان انا كنت مع حضرتك الاعلامي والفنان القدير استاذ كريم والاستاذه نهوان، سعيد جدا بحضوري معاكم. وسعيد اكتر ان انا موجود في قناه النادي الاهلي هذا الصرح العظيم والنادي الاهلي العريق، وتحيه خاصه لكل جماهيره في كل انحاء العالم. تمنياتي لنادي الاهلي دائما انه يشرف مصر دائما في كل مكان، لانه دائما مشرف مصر في كافه البطولات وبالعراقه والتاريخ. تحيه لمجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الاسطوره بيبو كابتن محمود الخطيب الخلوق محمود الخطيب ومجلس ادارته المحترمه. وطبعا نتمنى الشفاء العاجل للكابتن خالد مرتجي، وكل التحيه للنادي الاهلي واللاعبيه، وان شاء الله الاهلي دائما في نجاح مستمر. ختام اعلامي رائع، اكتب لنا الفقره دي بقى يا استاذ احمد وفاصل ونرجع. طلعنا فاصل بقى بعد اذنك. طلعنا فاصل، اتفضل. شكرا جزيلا. فاصل ونرجع لحضراتكم.